יש בטווח הארוך يوجد لبلاد البعيد بالطبع مصلحة روسية بأن لا تكون إيران قوة نووية وأن لا تشجع تصدير الثورة الشيعية إلى المنطقة وبالطبع لروسيا ولمناطق أخرى يوجد فيها ملايين المسلمين ولكن هذا للمدى الأبعد وإيران حتى تخشى روسيا إذا كانت هناك دولة واحدة في العالم التي فيها إيران معها إيران لا تلعب هي روسيا الأمم الاتحاد السوفيتي قبل روسيا قطع العلاقات مع إسرائيل في العاشر من يونيو 67 عندما صعد الجيش الإسرائيلي إلى واحتل هضبة الجولان وخشي أن يصل إلى دمشق وطوال أكثر من 20 سنة لم تكن هناك علاقات بين الاتحاد السوفيتي وإسرائيل حتى فترة غورباتشوف ومن الجيد أن يوجد هناك قنوات محادثات بين إسرائيل وروسيا وبعد الاتحاد السوفيتي وأن نتنياهو يستطيع أن يزور موسكو ويذهب إلى بوتين طالما يريد وحتى بوتين زار هنا ولكن بالنسبة لمضمون المحادثات ومضمون المحادثات حتى الآن هو أن إسرائيل تطلب ماذا تطلب لا تبيعوا منظومات إس 400 لإيران لا تبيعوا إلى هنا إلى هناك احذروا من هذا وذاك أو كما قلت أن يكون منطقة آمنة لم نسمع أن روسيا تطلب شيئا من إسرائيل لم نسمع أن يوجد هنا تبادل تبادلية عدا عن ذلك إذا كان نتنياهو بالفعل دبلوماسي جيد واستراتيجي رجل استراتيجي كان يقول لبوتين سيد الرئيس لديك حوار مع أردوغان لديك محادثات مع الإيرانيين تحدث مع كل منهما وأقول لك ما أريد منهم كي نتقدم نحو السلام نحو تسوية إقليمية عدا عن ذلك نحدث عن أمور صغيرة تكتيكية هذا استفاده للفرصة بأن يقوم الروس بالوساطة في المنطقة بالنسبة للروس إسرائيل ليست دولة مستقلة إنها لديها مصالح ولديها سياسة وليس كل شيء يملى من واشنطن ولكن في نهاية المطاف إسرائيل لا تقف في الجانب بين واشنطن وموسكو وإنما هي تصف في جانب واشنطن لذلك فإن معاملة الروس لها هي إلى حد مع حدود الضمان وهم ولذلك يأخذون بالحسبان أن هناك ما ينقل إلى واشنطن.